بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله هنبدأ اللي هو التغذية العلاجية الجزء الأول فيها، وحنتعرف هنا في التغذية العلاجية على مبادئ التغذية العلاجية في اللي هو كيف تعديل قوام الطعام اللي هناخده بعد كده، بيبقى يعني هيمر علينا كتير. طبعا احنا learning objective تاعتنا by the end of lecture student will be able انه يتعرف على risk for major nutrition related health problem، اللي هي يعني المخاطر المتعلقة بالمشاكل التغذوية، الاول يعني اللي هو تقريبا الامراض. recommend dietary adjustment leading to better health outcomes and improve the quality of life، وبوصي اللي هو بتغذية علاجية مناسبة عشان الصحة وتحسن من نوعية الحياة للعيانين. احنا عارفين انه الغذاء انه هو جزء مهم من الرعاية الغذائية للمريض في المستشفى. هنا برضو كمان هو reduce الموربيديتي والمورتاليتي، بيقلل المرضى والوفيات from these and other acute or chronic condition. Identify هنتعرف على الميديكال نيتريشن ثيرابي اللي هو النظام الغذائي الطبي، which help to contain health care cost، اللي هو بيساعد على ان هو ممكن يخفف لنا من اللي هو تكلفة الغذاء، في نفس الوقت انه هو بينفع العيان directly by offering alternatives، انه حيدينا بدائل to more expensive drugs. أكثر من يكون عندنا في الدرج غالية الأدوية نعطيه إياها، لا، نستخدم الغذاء. Identify treatment and minimizing the need for surgery، هنتعرف على العلاجات. يمكن بالطعام إحنا نقلل احتياجات اللي هو الجراحات أو لنسي هوسبيتال استيز، أو إن هم يقعدش يطول في المستشفى اللي هي بتكلف الدولة هنا كتير. الديفينيشن اللي هو اول ديفينيشن للايش اللي هو ثيرابيوتيك نيتريشن، ذا يوز اوف نيوترانس، استخدام المغذيات such as vitamins, minerals, amino acids, essential fatty acids, cofactors, enzymes, antioxidants and phytonutrients to support the body's immune and healing system، عشان هو يدعم لنا الجهاز المناعه واللي هو اللي يدعم اللي يخلي الجسم قادر على الشفاء. It can be used as preventive، ممكن نستخدمه برضو يعني وقاية، ممكن نستخدمه كعلاج، هو اسمه therapeutic nutrition. Focus هذا therapeutic على ايش؟ على الميتابوليك، يركز and physiologic effect of foods، على اللي هو التمثيل الغذائي تبعه واللي هو تأثيره الفسيولوجي على البادز هيلينج and immune system. إذن هو هنا بيأثر على الكامن اللي هو كيف الجسم يصير له شفاء وتحقيق العافية، وبرضه يؤثر كمان على الاميون سيستم على جهاز المناعة. They are designed to feed and fuel the cells of the body، هو صمم يغذي ويمول الخلايا الجسم using أو cooling upon the cells inherent ability to heal and achieve wellness. يعني ايش معنى cooling upon؟ يستدعي قدرة الخلايا الكامنة على الشفاء، يستدعي قدرة الخلايا الكامنة على الشفاء وتحقيق العافية and achieve wellness اللي هو تحقيق العافية. إذن طيب، في حاجة اسمها medical nutrition therapy، وهذا عبارة عن a new term for therapeutic nutrition، وهذا الاصطلاح الجديد للتغذية العلاجية. Medical nutrition therapy was simply defined as تعرف treating or managing a disease with nutrition، هو علاج أو التعامل مع المرض بواسطة التغذية. Refer to the assessment of nutritional status observation، وهذا بنرجع لتقييم الحالة التغذوية للعيان with an illness، اللي عنده مرض
دايت ريليتد كونديشن، او في عنده حالات يعني مرضيه لها علاقه بالاكل or injury او اصابات in order to benefit the patient on health and reduce health care cost، اللي هو انه يقلل ال benefit of the patient on health and reduce the health cost care costs. طيب medical nutrition therapy includes setting goals for patients treatment and developing specialized nutrition prescription that includes patient education and self management training. الgoals of therapeutic nutrition، ايش اهدافه؟ fall within three broad categories which directly help to enhance wellness. Supply of appropriate bioavailable nutrients، هاي واحدة. Reduce of inflammation، تنتين. Enhancement of elimination of toxin، هدول ثلاثة هم هذه الأهداف العامة تحت التغذية العلاجية. الستيبس، خطوات الميديكال نيتريشن ثيرابي نفس خطوات اللي هو الميديكال الكير بروسيس، النيتريشن كير بروسيس، نيتريشن اسسمنت، نيتريشن دايجنوزيس، نيتريشن انترفينشن، نيتريشن مونيتورينج اند ايفالويشن. النيتريشن اسسمنت سيستماتيك بروسيس، عمليه شامله اوف اوبتيننج، الحصول، فيريفاينج، التحقق اند انتربريتنج، تفسير الداتا ان اوردر تو ميك ديسيجن، نعمل قرارات اباوت النيتشر اند كوز اوف نيتريشن ريليتد بروبلمز، السبب وطبيعه اللي هو المشاكل التي لها علاقه بالتغذيه. Nutrition diagnosis, nutritional problems that the dietitian is responsible for treating. هي المشاكل التغذوية اللي مسؤول عنها أخصائي التغذية. Names and describes the problem. هو بسميها وبيوصف المشكلة. Problem may already exist. المشكلة ممكن تكون هي موجودة حاليا أو may be at risk of occurring أو على وشك الحدوث. Not a medical diagnosis. يعني النيتريشن دايجنوزز يختلف، انا هنا باكد مش هو النيتريشن دايجنوزز هو ميديكال دايجنوزز، هذا اسمه ميديكال دايجنوزز هذا نيتريشن دايجنوزز. مثلا عندنا تايب 2 دايابيتس هذا ميديكال دايجنوزز، لكن لما نيجي نقول اكسسيف كاربوهيدرات انتيك، اكسسيف كاربوهيدرات انتيك ريزلتنج ان اليفيتد بلاد جلوكوز ليفل، هذا نيتريشن دايجنوزز. واحد بياخذ نشويات كتير بيطلع مستوى السكر في الدم، اذا هو هنا تشخيص تغذوي. طيب نيتريشن انترفينشن ديفينيشن، بيربوسلي بلاند اكشن ديزايند وذ انتنت اوف تشينجينج، هنا اللي هو بده يغير لنا النيتريشن ريليتد بيهافير، السلوكيات التي تتعلق بالتغذيه، ريسك فاكتورز واللي هو العوامل الخطر، انفايرمنتال كونديشن او اسبيكت اوف هيلث ستيتس، فورم لمين انديفيدوال لشخص واحد او تارجت جروب لعده اشخاص او بوبوليشن ات لارج او ممكن للمجتمع كله. هذا النيتريشن انترفينشن دايركتد ات ايتيولوجي، السبب اند افكتس اوف دايجنوزيس، وعلى تاثير اللي هو التشخيص تبعنا. نيتريشن مونيتورنج اند ايفالويشن كومبوننت، محتوياته اللي هو evaluate the outcomes، هنشوف النتائج ونقيمها. Compare the current findings with the previous status، ايش اللي موجود هالجيت مع اللي كان زمان. Intervention goal، وايش اهدافنا التدخل اللي صار. And or reference standard، او مع اللي هم مع مين المعايير اللي هي المرجعية تاعتنا. Nutrition monitoring and evaluation types of outcomes، إيش أنواعها؟ Direct nutrition outcomes، ممكن تكون نتائج على طول. Direct clinical and health status outcomes، ممكن تكون اللي هي يعني نتائج صحية وعملية. Patient client centered outcomes، ممكن تكون النتائج إن تكون لا العيان أو المراجع directed إلها. Health care utilization، كيف اللي هو استخدام العيادات الخارجية أو استخدام اللي هو الرعايات. End result outcomes، وفي الآخر إيش هم ال outcomes النتائج تاعتنا. Nutrition goals and objectives، الأهداف تاعتنا الكبيرة وأهدافنا الصغيرة.
are necessary, هي ضرورية in order to evaluate the effectiveness of nutrition care. هي ضرورية عشان احنا نقيم اللي هو كيف كفاءة اللي هو الرعاية التغذوية. Should be achievable, لازم تكون هي احنا يعني نقدر نحققها, and based on scientific evidence, وإلها تعتمد على اللي هو الأدلة العلمية. إذن يجب أن تحقق وتعتمد على الأدلة العلمية. Should be directly or indirectly related to nutrition care, إما هي العلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنيتريشن كير. Delivering therapeutic nutrition to patient with acute or chronic condition. كيف إحنا هندي هذه ونعطي اللي هو therapeutic nutrition للpatient with acute or chronic condition مع الحالات الحادة والمزمنة. A growing body of evidence showed that. Growing body of evidence يعني اللي هو مجموعة متزايدة من الأدلة دلت إنه illnesses أو condition with a strong nutrition component timely and adequate, يعني في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب, and appropriate nutrition intervention may help. هدول مجموعة من اللي هو متزايدة من الأدلة قالت إنه في الأمراض والحالات اللي هي لها علاقة بالتغذية تكون هي timely الوقت المناسب ومناسبة ومناسبة للتدخل. إيش هي هتساعد لنا؟ هتساعد لنا improve the patient clinical outcomes, هتحسن لنا من حالة المريض. Improve the patient quality of life, من نوعية الحياة للمريض. وبعدين reduce health care cost, وهتقللنا من التكاليف الطبية. Identifying at risk patient, احنا هنتعرف مين اللي هم بيكونوا معرضين للخطر. Who are patient, هدول العيانين المعرضين. Who can benefit from specialized therapeutic nutrition. Who are the patient who can benefit, مين العيانين اللي ممكن يستفيدوا من therapeutic nutrition intervention, تدخلاتنا التغذوية اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده they are patient who could be, اللي يكونوا مين هم. Preparing for surgery, بتحضروا لمين؟ لا اللي هو الجراحة, بتحضروا إلها. Recovering from surgery, طابوا من الجراحة. Hospitalized for acute chronic disease or condition, منومين في المستشفى لحالات حادة أو مزمنة. Staying in short or long term care residential facility, أو ناموا في اللي هو زي مستشفى الوفاء لمدة قصيرة أو مدة طويلة في اللي هما مراكز الرعاية مثلا تحت المسنين for long period أو for short period. وبعدين experiencing involuntary weight loss, ناس تفقد عمال قاعد وزن مش بإيدهم يعني بيعملوش رجيم. Overweight سمنة تكملة. Living with impaired glucose tolerance, تعون السكر. Frail, ضعيف, and at risk for protein energy malnutrition, هدول تعون BMM, BEM اللي هم protein energy malnutrition, تعون مين؟ تعون اللي هم المرزمس والكوشر كور. Frail, at risk for protein energy, requiring additional immune support, إذا بتطلبوا إن هم بدنا نضيف لهم ونقوي لهم المناعة هنا. Metabolical stressed, بكونوا هدول يعني عندهم إجهاد ميتابوليكالي. وبعدين recovering from anorexia, stress, trauma أو burns, بطيبوا قاعدين من فقدان الشهية أو الإجهاد أو اللي هو ضربات أو يعني إصابات أو burns أو الحروق. Living with kidney disease, بعيشوا مع أمراض الكلى المزمنة. وناس كتير بتعيش سنوات طويلة أو chronic obstructive pulmonary disease اللي هو الانسداد الرئوي. أيوة هنا أمراض, هذه أمراضها كتيرة اللي هو أمراض الانسداد الرئوي. طيب adaptation of normal diet for changing اللي هو تكييف النظام الغذائي العادي. Adaptation of normal diet for changing needs,
مع الاحتياجات المتغيرة. هذه معناها هيك، اللي هو تكييف النظام الغذائي العادي، تكييف مع الاحتياجات المتغيرة. أول حاجة نبدأ في النورمال دايت، الأكلنا العادي اللي هو الأكل العادي. Patient's medical condition does not warrant any limitation. الأكل العادي اللي هو حالة العيان ما بتتطلبش أنه نعمل أي تحديد في الأكل. أبروكزيميت لهذا بياخد من 1600 إلى 2000 كالوري، منهم 60 إلى 80 جرام بروتين، من 80 إلى 100 جرام فات، ومن 180 إلى 300 جرام أوف كربوهيدرات. هذا العادي. Many institutions have selective menu that allows the patient certain choices. في كتير من المستشفيات والمؤسسات عندهم اللي هو المنيو، لائحة الطعام يعني، بيختار منها الواحد ايش بده ياكل. وبعدين فيها بدائل طبعا. Normal diet is modified، هذا ممكن نعمله تعديل. تفيد يعني تحوير هنا، يعني مش كل يوم عشان يضلوا يميل، لا. تفيد young children اللي هم الأطفال الصغار، elderly members المسنين، and sick members of family، أو أي اللي هو عيان من أفراد الأسرة. النورمال دايت، النورمال دايت الأكل العادي هذا forms a basis of all modification of diets، هو الأساس لكل اللي حنشتغل عليه بعد كده، اللي حيعطينا جميع أنواع الدايت اللي حنحكي عليها. هناخدها بالتفصيل، زي الليكويد والسوفت والميكانيكالي سوفت، واللي هو مثلا بيوريد او جراوند، هذا كله بيجي من النورمال. هناخدهم بالتفصيل واحد واحد. اذا هو بيكون لنا البيزس اوف اول موديفيكيشنز اوف دايت فور ايج اند سيكنس، بات دو اتنشن، حط انتباهنا، ماست بي بيد تو نيوتريشنال نيدز اوف انديفيدوال، لازم احنا ننتبه الى احتياجات التغذوية للإنديفيدوال. is planned، خطط، according to the recommended daily dietary intakes، اللي هو حسب المخصصات اليومية، which are designed to meet the needs، اللي هي بتلبي احتياجات of all healthy person and may not meet the need of sick person. هي ممكن هذه الاحتياجات اللي هي بتدي مخصصات الهيلسي، ممكن هي ما تلبيش احتياجات اللي هم السيك بيرسونز. The nutritional requirements اللي هم المتطلبات الغذائية depend on the activity, the increased or decreased demands for certain nutrients، زيادة أو بنقلل التطلب على بعض المغذيات، which need to be considered in planning the diet، اللي احنا بنعتبرها في التخطيط للأكل. Modifications of normal diet، أين التعديل في النظام الغذائي العادي؟ نيجي التعديل modifications of normal diet. The planning of diet whether normal، هل هو normal طبيعي؟ soft يعني لين، هنا soft لين، or liquid سائل، has the same basic objective، هذا التخطيط له نفس الإيش الهدف، to maintain الحفاظ أو restore the good health of the person through proper diet، عشان نحافظ على الصحة الجيدة للي هو الشخص المريض مثلا من خلال اللي هو الأكل المناسب. The modifications، التعديلات، are based على changed needs of the individual، من هي due to age with sickness، على حسب عمره ومرضه. Modification of normal diet اللي هو التعديل النظام الغذائي العادي. The normal diet may modified، هو يعدل أو يحور، خلينا نحكيها بالبلدي، ليش هو يعدل هنا؟ To provide change in consistency، ممكن إحنا نغير من اللي هو الكثافة تبعته، زي soft يبقى لين أو fluid يبقى سائل، أي واحدة. Provide food bland in flavor، food bland in flavor يعني انه هو يكون اطعمة لطيفة النكهة، ما يكونش حراقة حريفة فيها بهارات كتير او فلفل كتير. Modify intervals of feeding،
بنعدل في اللي هو أوقات الأكل. increase أو decrease energy contents، بنزيد أو بنقلل في محتويات الطاقة. وإحنا قلنا وقتيش بنزيد وقتيش بنقلل. طيب increase or decrease other nutrients زي بروتين، وقتيش بدنا نزيد بروتين وقتيش بدنا نقلل بروتين، زي مثلا أمراض الكلى أو الحروق، واحدة بنزيد واحدة بنقلل. increase or decrease fiber زي مثلا اللي عنده إسهال أو إمساك، الدايرية أو الكونستيبيشن، ممكن نزيد الفايبر في اللي هو الكونستيبيشن ونقلل الفايبر في الدايرية. وهذا كله حناخده كله في المستقبل. ثرابيوتيك دايت، الثرابيوتيك دايت هذا هو الإيش اللي هنا، النظام أو الأكل الغذائي، النظام الغذائي العلاجي، خلينا نحكيها النظام الغذائي العلاجي. therapeutic diet are based on general adequate diet، طبعا هو بيعتمد على الجنرال اللي هي النورمال. adequate diet انه يكون مناسب كافي، which has been modified اللي هو عدل as necessary to provide for individual requirements such as digestive and absorptive capacity، زي اللي هو انه هو تعدل لامين لا نشوف قدرة الهضم والامتصاص، alleviation or arrest of disease process اللي هو كيف احنا نرفع او نوقف عملية اللي هو المرض، and psychosocial factors واللي هو طبعا عوامل ممكن تكون اجتماعية نفسية. therapeutic diet اللي هو النظام الغذائي العلاجي should vary as little as possible from the patient's normal diet، لازم هو يختلف قليل بقدر الإمكان من اللي هو الأكل العادي. diet modification a nutritious and adequate diet can planned in many ways، اللي هو اللي كيف احنا اللي هو حيكون يخطط في عديد ما basic plan for guide pyramid من الجاي من الجايد بان، او Dietary Guidelines for American أو جاي من اللي هو التوصيات الأمريكان الغذائية. Dietary Reference Intakes المخصصات هذه تاعتهم، and Specific Nutrient Recommended Dietary Allowances المخصصات اللي هي اليومية. Used for Healthy Persons and as Basis for Evaluating the Adequacy of Therapeutic Diet، نستخدمها عشان نقيم اللي هو كفاءة اللي هو النظام الغذائي العلاجي. إذن هنستخدم مين؟ Basic Plan Food Guide Pyramid اللي هو الهرم الغذائي، Guidelines from American اللي هو تعون الأمريكان Guidelines تاعتهم، والDietary Reference Intakes والمخصصات تعون اللي هم اللي بياخدوها الناس السالمين. طيب Diet Modification Diet Prescription Designate تحدد وصفة النظام الغذائي. إيش Diet Prescription Designate معناتها وصفة النظام الغذائي بتحدد لنا إيش؟ بتحدد الطايب والأماونت والفريكوانسي، وهذا based على Patient's Disease Process and Disease Management Goals، بيعتمد على Patient Disease Process و Disease Management Goals. May Limit or increase various component، ممكن احنا نقلل او نكتر بعض اللي هو المحتويات، زي الكربوهيدرات ممكن وقتش نقللها ونكترها، والبروتينات وقتش نكترها، والفات اللي هي الدهون قديش نكتر او نمنع الدهون. طيب الدايت موديفيكيشن انرجي الاونسز مخصصات الطاقة، اذا في تكييف النظام الغذائي العادي هنخش أول إشي على Energy Allowances. A person energy requirement can be calculated by بيش الانرجي الطاقة، number of calories per day قديش بده ياخد في اليوم calories سعرات، percentage increase over basal metabolic rate وهي النسبة اللي زيادة فوق اللي هو معدل الأيض اليومي الأساسي، increase range from 20% over their resting energy expenditure اللي هي قديش الواحد بده طاقة ويفقدها وهو مرتاح،
in mild stress زي النورمال سيرجري to 100% in acute major infection أو البيرز. البيرز حتى بتزيد 200%. بروتين allowances the minimal level of protein needed أقل كمية مستوى من البروتينات اللي بيحتاجها عشان نحفظ النيتروجين بالانس التوازن النيتروجيني هناخده برضو in healthy adult نص جرام بير كيلو جرام بودي ويت بير دي. على كل ان احنا لما نقول قديش بده الواحد بروتين في اليوم ممكن نقول بده 1 جرام لكل كيلو. في ناس بيقولوا من 6 في 10 لثمانية في العشرة وهذا بيختلف، لكن اقصى اشي بندي 1 جرام لكل كيلو جرام بودي ويت. Minerals and vitamins allowances مخصصات اللي هو المعادن والفيتامينات determine appropriate level of vitamins and mineral intakes the volume should be considered. بيش بنعتبر requirement for healthy person بنشوف قديش الناس الأصحاء بتطلبوا in nature of disease of injury إيش طبيعة المرض أو الإصابة body stores of specific nutrients إيش عنده اللي هو الجسم مخزن من بعض المغذيات normal and abnormal losses through the skin urine أو intestine tract إيش في عنده فقدان والdrug nutrient interaction هل بعض الأدوية تتدخل مع الطعام هذا كله بنحطها في الحسبان. الفلويد allowances هذه عادي وسهلة مخصصات قديش سوائل بده في اليوم بده من 1800 ل 2500 ملي خلينا نقول من لترين للترين ونص أبروكزيميت اللي خلينا نحسبها 1 ملي لكل كيلو كالوري كونزيوم بس بده 2000 كالوري بياخد 2000 ملي 2500 كالوري بياخد 2500 ملي. طيب adjustment of diet take the following forms اللي هو التعديل هياخد الأشكال الآتية لما نحن نيجي نعدل. إذن change في الconsistency في القوام liquid أو soft يعني بيبقى سائل ولا لين increase or decrease energy مثلا بدنا احنا زي weight reduction بزيد أو بنقلل في الطاقة increase or decrease type of food or nutrient مثلا نزود صوديوم لاكتوز او نقلل صوديوم اللاكتوز وفايبر ريستريكشن دايت واكل ما يكونش فيه الياف elimination of specific food نرفع بعض اللي هو زي الجلوتين الجلوتين تبع سيلياك ديزيز هذا بكره هناخده كامله adjustment in level التعديل في المستوى الريشيو النسبه او البالانس اوف بروتين توازن الفات والكربوهيدرات زي مثلا في الدايبيتس ماليتاس أو الرينال فيلير الفشل الكلوي rearrangement of numbers برضو إعادة ترتيب اللي هو العدد والفريكوانسي التكرار في الدايابيتس ميليتس قديش فريكوانسي تكرار الشيء change the route of delivery هل هنعطي له انترال أو بارنترال وهذا درس كامل هناخده في السنة الجاية إن شاء الله اللي التغذية الأنبوبية والوريدية. الدايت modification food is important part of nutritional care for hospitalized patients زي ما حكينا الغذاء جزء مهم من الرعاية الغذائية للمرضى في المستشفى المنومين يعني في المستشفى اذا الطعام جزء مهم من الرعاية الغذائية للمرضى في المستشفى pleasant atmosphere لازم احنا يكون عندنا جو مريح مناسب arrange for assistance needed احنا برضو كمان نطعميهم إذا هم بيحتاجوا إلى مساعدة نساعدهم في الأكل planning meals acceptable to patient population هذا الأكل اللي احنا بنخططه لازم يبقى انه هو برضو يعني مقبول للعيان مش نجيب له أكل بحبوش ولا البوبوليشن في المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش روح نجيب له أكل أجانب ونقول له كله هو عمره ما داقه لا menu planning and patient selection of menus لازم احنا نخطط اللي هو لائحة الطعام وروح يختار منها برضو العيان من هذه لائحة الطعام الكالر والتكشر التكشر الملمس التمبريتشر الكمبوزيشن good taste and attractive presentation كل هدول لازم يكونوا طعمه جيد ونقدم له اياه بطريقة جذابة are the most important elements كل هذه الحاجات في الدايت موديفيكيشن لازم نحطها في الاعتبار. اوكي ثانك يو هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.